مرحبا شباب، اليوم بنتكلم عن اري ليست. بس خلي اول شيء نفهم شنو هو الاري. بس خلي اول شيء ناخذ شنو الفرق بين الاري العادي والاري ليست. زين، الحين عندي هالاري العادي، زين، وفاضي. فمفترض اذا سالتكم شنو السايز ماله تقولون لي زيرو، ما في شيء لنا داخل، تمام. بس اذا سالتكم شنو اللينث بتقولوا لي 6، لان 0 1 2 الى 5 بيكون اللينث 6، تمام. هني اذا رحنا حق الصوره الثانيه، زين، واذا سالتكم نفس السؤال قلت لكم كم السايز بتقولوا لي 2، لان ليش؟ لان بس مكانين فيهم داتا، الباقي كله فاضيين. واذا سالتكم كم اللينث بتقولوا لي 6، نفس الشيء ما تغير. زين، اذا وصلنا حق المرحله الثالثه اللي هو هني، اذا سالتكم كم السايز بتقولوا لي 6، لان 6 خانات ان فيها داتا، تمام. واذا اللينث بيكون نفسه 6، تمام. إذا وصلنا هالمرحلة ونبغي نضيف ديتا ثاني، مثلا خلينا نقول نبي نضيف 70، زين، شلون نقدر نضيفها؟ في الاري العادي ما نقدر نضيفها، يا نخليها على ديتا ثانية، يعني ندخلها على ديتا ثانية، أو نسوي اري ثاني سايز أكبر ونحط الديتا. بالنسبة حق الكورس اللي قاعد تاخذونه داتا ستراكشر، انتو الداتا ما تقدرون تتوقعون. مثلا انتو بتسوون اري حق اليوزر، زين، انه مثلا يحط اسماء. اقل شيء خلينا نفكر فيها فورما، خلينا نقول فورمة مستشفى. احنا نقدر نتوقع كم زاير بالمستشفى، كم زاير بيكون، كم ملف نحتاج، ما نقدر نتوقع. احنا شنو لازم نصمم اري بطريقة انه في حال احتجنا سبيس زيادة اوتوماتيك هو يكبر من نفسه ويعطيني مجال حق ديتا زيادة، تمام. فعلشان نحل هالمشكلة بنستخدم ArrayList. زين، ArrayList هو شنو بيكون؟ هو بيكون اذا وصل الاري الى هالمرحلة، زين، انه صار فول. متى يصير فول؟ في حالة واحدة، اللي اذا السايز صار يساوي اللينث. زين، في يسوي يكبر من نفسه الاري دبل، لو دبل يعني يكبر من اللينث ماله دبل. زين، ويصف الداتا مره ثانيه، بعدين يكون في مجال حق الرقم اللي نفس هالصوره. زين، فشنو كبرنا الداتا مرتين. الحين لو اسالكم كم السايز بتقولون لي كم اللينث بتقولون لي 12، زين، والسايز عقب ما نحط الرقم 70 نحتاج نزيده، لان ليش؟ كان مساعد كم؟ 6. فالحين مفترض السايز يكون 7، تمام. هاي الفكره مالت الاري ليست. زين، اول ميزه له انه شنو؟ انه اكسباند، انه يكبر بروحه، كل ما اضيف داتا يكبر. خلينا نروح مثلا انه شو اسمه ل 11 فولناه، في الحاله شنو بيصير؟ بيكبر دبل. يعني مثلا خلينا هني داتا، خلينا نقول يعني فولنا كامل هني بالداتا، زين، كامل حطينا فيهم داتا، زين، صار فل. في الحالة شنو؟ أبي أضيف بعد ديتا، أبي أضيف 140، شنو بيصير؟ الأري بيصير له إكسباند، بيصير اللينث ماله دبل. يعني كان 12 نضربه في 2 فبيصير كم؟ بيصير 24. زين، والسايز مثلا هني بيكون السايز 12، أوكي.
في 12 وبعدنا بنزيد فخلينا نقول 13 تمام، والكاباسيتي بيكون 24. الحين ما دام احنا قاعد نتعامل مع اري ليست زين، فخلى نغير المسميات، من مكان نسمي لينث بنسمي كاباسيتي. ليش؟ لان كل ما قاعد نتوسع اللينث تقريبا ثابت، ولكن كاباسيتي كل ساعه تقدر توسع. بناخذ اصطلاح كاباسيتي خلاص، الحين لينث بنشيل عن بالنا اللي بنستخدم كاباسيتي تمام. باختصار عشان تعرفون هالعمليه شلون تصير، براويكم ان شلون الاري يتوسع وشلون الداتا شو اسمه تتوزع في الاري. اول شيء شنو الاري بيكون بهالشكل، وصل لهالحاله. خلينا نقول هني سايز ماله 6 تمام، والكاباسيتي ماله بعد 6 صار فول زين. في الحاله شنو بيصير؟ بنسوي اري ثاني بالدبل كاباسيتي، يعني 6 في 2 اللي هو 12 زين، ونصف فيها الداتا زين. ناخذ كل واحد نصفه في نفس الاندكس تمام. بنصفهم في نفس الاندكس، بعدين بيكون عندنا مجال حق الداتا الجديده اللي نبي ندخلها، وغير ذي في مجال اكثر. يعني مثلا عندي 6 يعني اماكن مختلفه، فما بحتاج كل مره ان اخلي الاري يصير اكسباند زين. عقب ما نقلنا الداتا صار بهالشكل زين، نقدر نحط الداتا اللي نبغيها. مثلا خلينا نقول 70. هنا الكاباسيتي اوريدي تغير 12، والسايز صار 7 تمام. هاي شو اسمه هالعمليه في ميثود مسؤول عنه اللي هو لوكيتد. اسمه لوكيتد، لا اتاكد من الاسم، ريلوكيتد زين. هاي اللي مسؤول عن هالعملية. هاي الميثود بنسوي احنا بعدين، بنسوي بالطريقتين، طريقة اختصار وطريقة كامل نكتب الكود احنا زين. هاي فكرة الاري زين، هاي واحدة من اهم الميزات اللي عنده انه يصير اكسباند، انه في حال خلينا داتا 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 فما ما ما بيصير عندنا فول، او ما بيصير عندنا ستاك ان نقدر نضيف الداتا الا ما يصير الميموري مالنا فول مال الكمبيوتر. هني بس في هالحاله ما نقدر نحط داتا ثانيه، لان خلاص ما في مكان ازيد في الميموري تمام. هاي نسبه حق الاري ليست. خلى الحين نبدي نسال هالسؤال. اول شيء نقول هل اري ليست اوريدي موجود في الجافا او لا؟ الاجابه اوريدي موجود زين. شلون عرفنا؟ خل ابروكم، هلا نروح حق الكومبايلر. اذا نروح حق import java util زين، ونكتب ArrayList اكو موجود زين، ونشوف شنو الميزات اللي بيعطينا، شلون نكتبه، شلون نستخدمه. بعدين احنا بنسوي الكلاس كامل. اول شيء خلينا نعرف الميزات وشلون نشتغل عليه، بعدين احنا بنسوي الميثودات كامل والكلاس كل شيء زين. اول شيء علشان نسوي بالضبط نفس اي كلاس، نحط اسم الاري، بعدين الاوبجكت. انا الاوبجكت احب اسميه list equal new array list، وصار عندي list تمام. هني انا ما افتكرت في السايز، ما خليت له سايز، خليت كل شيء ديفولت زين، بس علشان الفكره. فالحين خلينا نقول سايز، نبي شنو نضيف اشياء. شلون بنضيف؟ عن طريق ميثود اوريدي عندي اياه add زين. مثلا 25 مثلا رقم كذي، ابي اضيف مره ثانيه المرة ما ابي اضيف انتجر، ابي اضيف دبل مثلا، خلينا نقول 40.50 زين.
اكو صار list dot add واخلي string مثلا hello list dot add سي زين لاحظتوا شيء ان انا قاعد اغير في الداتا على كيفي يعني حطيت انتجر دبل سترينج سي فهاي الميزه الثانيه حق اريليس ان الاري مو شرط يكون من نوعيه داتا واحده زين شلون يصير هاي احنا كامل هاي بنسوي شلون قاعد نلعب في الداتا نغيرهم هل نقدر بس نخلي حق داتا معينه كامل بنعرفه زين هلا الحين نطبع الاري خلينا نشوف شنو داخل الاري list dot خب بنحتاج system dot out لان ليش array list عند method to string احنا بنستخدم to string بنقول list dot to string زين وخلينا نشوف الداتا اللي احنا كتبناها زين مثل ما شفتوا ان قاعد اعطاني الداتا بالضبط زين الشغله الاولى خلينا نركز على الاشياء اللي لاحظناها في الاري ليست اول شغله ان ما حطينا سايز تمام ثاني شغله ان خلينا دايت داتا مختلفه ان قدرنا من انتجر دبل سترينج شارت حتى بوليان على فكره خلينا احط لكم بوليان زين يعني تقريبا كل انواع الداتا زين خلينا نقول مثلا فولس زين وبرد اشغل البرنامج نفس الشيء زين فاقدر احط داتا متنوعه بعدين طبعتها بالتو سترينج في مره واحده طبعت كامل اللي في الليست زين خلينا شوي نسوي تغييرات مثلا خلينا احط السايز ماله 3 اوكي قلت ابي الاري ليست مالي 3 مفترض لو كان اري عادي عقب الهلو يعطيني ايرور زين او مثلا اي يعطيني ايرور يقول انه خلاص انه فول ما في مجال ولكن اري ليست هو بيصير اكسباند اوتوماتيك زين انه عادي ما عندي مشكله خلينا نشوف كم السايز صار قبل ما شو اسمه قبل ما نحط الليست خلينا نشوف السايز نقول له ليست دوت سايز خلينا نشوفها مرة ثانية نشوف نفس الكود عقب ما كتبنا ازيد من الكاباسيتي اللي خلينا عشان او يكون واضح فخلي احط كتابة سايز زين خلينا نسوي كوبي ونشوف عقب ما حطينا الداتا ذلين هل قدر يتعرف ان ايش كثر عندي داتا نشغل البرنامج ومثل ما تشوفون اول شيء قبل ما يكون في اي داتا قال لي سايز صفر ما في ولا شيء بعدين خمسة لان ليش عندي خمسة اشياء فكل مالك قاعد يعرف يحسب ان ايش كثر داتا عندنا زين سؤال خلينا نقول ان مثلا انا بضيف شغلة ثانية زين خلينا نقول رقم زين ولكن ما ابغي يكون في النهاية ابي هالرقم يكون مثلا ثاني شيء بعد يصير لان ليش الاد ميثود اقدر استخدمه بطريقتين طريقة ان احط الداتا في اخر شيء الطريقة الثانية ان شنو اختار الاندكس اللي ابي احط فبحط رقم الاندكس خلينا نقول بحط في اندكس 1 لان ابي يكون ثاني شيء فبقول له 1 وهني فاصله شنو مثل ما تشوفون يطلع لي اندكس 1 وهني element اللي هو 28 القيمه او الداتا
فخلنا نشغل البرنامج، ومثل ما تشوفون صار في وين؟ في ثاني شيء، لأن ليش أنا حددت الإندكس؟ قلت إن أبغي يكون في هالمكان، وهاي ميزة بعد في الأري ليست مو موجودة في الأري العادي. خلي شوي نشيل السايز ونبتدي نشوف الميثودات الثانية، مثل شنو ريموف وكلير. كل الميثودات بنشوفها بعدين احنا بنسويها. زين مثلا خلينا نقول ان انا سويت هالميثود وابغي اشيل واحدة من ال الداتا. عندي كذا طريقة. اول شيء نقول list.remove. زين اقدر بالاوبجكت، يعني الاوبجكت يعني شنو؟ يعني الشيء. بنستخدم ريموف. خلنا مثلا نشيل الرقم الدبل اللي هنا. زين نكتب له list.remove 40.50 نفس اللي موجود هنا، علشان ما نتخربط ونشوف شنو صار في الليست. بنطبع هالكود. زين System.out وبنخلي نوع الليبل عشان نشوف شو صار. بنشغل البرنامج. زين مثل ما شفتوا في هالمرحلة شال لي 0.4. زين مع الهلو مع الذي بعد نفس الشغلة بيكون اوكي. يعني شوفوا الحين قدرت اشيله بالاوبجكت، اقدر اشيله بعد بالشنو؟ بالاندكس. شلناه بالاوبجكت، الحين خلينا نشيله بالاندكس. بس خلينا نحط في بالنا ان الاندكس ماله مو 1، يعني شو يعني 0 1، ولكن شنو ثبت هالسطر الاندكس ماله صار 2، فبنحط هنا 2. زين ونشغل البرنامج، ومثل ما شفتوا ان شال ال 4.5 من الليست. زين وخلينا اندكس 1 بيشيل لي 28 اللي خليناها في الاندكس 1 مثل ما تشوفون. زين خلنا الحين نشيك نشيل 25 كاوبجكت. 25 بنشغل البرنامج نشوف شنو صار لنا. صار ايرور. ليش؟ لان هو يوم حطينا رقم انتجر فكر انه شنو؟ انه هاي اندكس، ما فكره كاوبجكت. زين وقال لي 25 ما عندي كاندكس، لان الحد الاري مالي 6. تمام فشنو؟ فخلنا نحطه كسترينج ونشوف هل بيشيله. بعد ما قدر يشيله. فالحل هني ان ال 25 عرف الاندكس ماله. زين واشيله. خلينا نقول ان انا ما عرف الاندكس ماله، شلون بقدر اعرف الاندكس مال 25؟ المساله سهله، لان ليش؟ في ميثود بارز ready يعطيني الاندكس ماله، فاسم الميثود اندكس اوف. زين احط 25 خله هني، بس نحط في system.out عشان نشوف الاندكس، لان ذلين الميثودات كلها انواعهم ريتين، فلازم نستخدم وياهم system.out. هني بنقول له اندكس سوري دبل كوتيشن اوف 25. خلنا نحط يساوي. زين ومثل ما شفتوا قال لي index of 25 is 0. زين هني قدرنا نعرف الاندكس. أنا ممكن ما نعرف الاندكس، ممكن داتا وايد نحتاج ميثود يعطينا الاندكس دايركت. هنا خلينا 0 ريموف. زين وانا خلينا نحط 25
وبنشغل البرنامج مثل ما تشوفون index 0 بعدين قال لي after remove شال ال 25 لان عرفنا مكانه بالضبط. فالحين حق الانتجر احسن طريقه ان شنو نشيله بالindex لان اذا خلينا رقم انتجر بي في باله ان هاي index وما بعرف نشيله. فاذا ما فبنستخدم index of عشان نقدر نطلع ال 25.